الصوره سينما عليه الان والمويه ماله نفس الاجراء حاصل في الناحيه الثانيه بس تستغفر عنه حاصل في نفس يعني ما يعني 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 انا صدق اللي ما انا طيب غلختها ولا ما عليك لا في نفس الوقت الديسندنج لين في نفس الوقت الديسندنج لين قاعد يطلع المويه في الانترستيشن وياخذ السوليوت في ذات الوقت الاسندنج لين هنا شنوها؟ قاعد ياخذ المويه وقاعد يدي السوليوت انت ما بدك تطالع على هذه المساله ما يديك تطالع على هذه المساله ما حشوف يعني اثنين شغالين يبقى في هذه الحالة المظلة الانترستيشن حتحتفظ بشنوها؟ كيف سألتك سؤال قلت لك يا أخي تفتكر البلوت فلو البلوت فلو اللي كلامي يقول لكم قلنا 25% من شنو؟ من الريستنج كارديك اوت كارديك اوت مساكت ما ينفع من الريستنج كارديك اوت تفتكر المظلة هي ادم كثير ولا هي ادم شويه؟ مين قال كثير؟ ايوه ليه؟ يعني نسبه لا اصلا عمليه عن ما في بلازم خلينا بلازم بلازم هنا هي البلازما فلويد كثير ولا شوية؟ المظلة مرة قليلة حوالي 5% من جملة الدم الماشية كلها ماشية على المظلة لو كان العملية بتاعت الدم هنا كانت كثيرة القضية بتاعت الاكسجين دي حيكون مالها؟ متعسرة لكن الآن لما يكون الدم قليل والفلو ماشي بطيء يقول اه الصوليس يخش والمويه يطلعوا ها زي انا مثلا اجيب لك الشباب امر لك مثلا حاجه كده تري كده في مثلا العصير اقول لك شيل مثلا كل واحد شيل كذا وانا جاي ماشي بالراحه قلت له بشيل ولا بشيل؟ اكيد ماشي كده بهو كده ماشي بشيله ما بشيله بشيله في ناس قليلين جدا فالحكايه لما يكون الفلو هنا قليل معناته العمليه بتاعت الخروج بتاع الصوليس والدخول بتاعه والخروج بتاع البول بيكون بطريقه مالها بالتالي في هذه الحالة هحافظ على شنو على المظلة انترستيشن هاي بواسطة 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 دي بسميها عملية دي شوف بديت الميك اب الدوبية منتهيت الميك اب دي اسمها كاونتر كرنت مالتيبليكيشن سيستم ما بقول لك تعرف الاسم لكن كنت بتعرفوا بتقول تعمل له عنوان ما في داعي للكلام عشان كده بقوله لك اسمها كاونتر كرنت مالتيبليكيشن كاونتر كرنت يعني شو؟ ظاهره فيزيائيه يكون عندي تو تيوبس متوازين بين بعض في ساين ماشي كل واحد فيهم الساين ماله عكس الثاني اسمها كاونتر كرنت يعني ساين نازل وساين شنو هذا؟ طالع ده كاونتر كرنت فده الان ده نازل وده طالع وده نازل بديت هنا بقى 300 وانتهيت بكم عشان كده سميتها كاونتر كرنت مالتيبليكيشن ده نازل وده طالع بدل ب 300 وانتهيت تقريبا ب 300 تقريبا ب 300 اسمها كاونتر كرنت ثاني شو اكس جي الفانكشن ما لها اي داعي والكتاب اصلا ما كان المفروض تقولها لكن الكتب كلها بتعمل لها عنوان لو اشتريت الكتاب كاونتر كرنت مالتيبليكيشن مقصود بها كده مقصود بها السيستم ده لا دي اسمها كاونتر كرنت مالتيبليكيشن سيستم ثلاثة تيوبس نازل طالع نازل ليه ثلاثة كاونت الكرنت اكسجين اثنين نازل طالع ليه اكسجين لو نفس الاوسموليتي شو ها الداخل تقريبا مساوي شو ها هنا الاوسموليتي الداخل ضعفت كم مرة؟ أربعة الآن كده اللي عندي بالطريقة دي بوجود البازلكت الآن وهحافظ على المدلل انترستيشن هاي الاوسموليتي وأضمن الخروج بتاع المويه المستمر وبالتالي البروسيس تكون ماشي بطريقة ما لها مفهوم ولا مفهوم؟
تحسب لي الحكايه دي شغاله. وحافظ يعني لو الحكايه دي اشتغلناها دي حصل. في البدايه كل ما تنزل انتهي المالات. فنفس اللحظة بطلع فيها الموية كده من هنا
إذا في الأسد اللي ما بوي هناك بغلا ها داخل عليه بيحصل واش اللي أي موية موجودة هنا بيحصل لها واش قبل الجلسة يعني هو ما في مشكلة في أشياء مثل الموية وين هنا انت سنك شنو بازرك ده المويه بتطلع من هنا كده المويه قاعد نفس الحاجه بازرك انت ذاته في زي اهي هو لا ما في بازرك ثاني زي موجوده هنا برضه الشرح بس فما واحد الشرح واحد زي هذا موجوده هنا المويه نفس المويه طلعت من هنا دي البازريكت هتستوعب اي مويه موجوده في الانترستيشن مش المويه الطالعه من المدلل ريكولكتنج بوت بس هنا المويه الطالعه من الديزاين اللي انت بقولها في الزاده ما لا هتستوعب هنا برضه نفس الحاجه تاني المدلل الانترستيشن بايب اوسبرج تقول ما لا إذا الكلام ده في الشخص الطبيعي الكلام ده في الشخص الطبيعي الزور مثلا قال الصايم مثلا عشان تكون مستنترة تقول حياة من الحكاية دي أشرب موية كتير بعض الفطور مثلا في رمضان ما حيطلع يدي يدش دي حتطلع طوالي بالطريقة دي الموية ماشية وسهل جدا عليه وطلع مايلودي دي لو الشخص عنده هايبر اوسمولاريتي لأي سبب من الأسباب هو عاوز تو ميتين فيري هاي عدد تكون اكزاجريتد تكون بطريقه عاليه لكن في النهايه ما حيقدر يطلع اكثر من 1400 من اللي وصلوا في الليتر عند الضغط الوسط بتاعت التركيز بتاعه طيب ملخص الكلام خمس دقائق مبالغ الحاجات الاساسيه تخلي النبات كويس جدا نقاط الطيب concentration of urine ركز معايا الكلام اللي كله انت بتركز معايا في الكلام حاجه ما بقول اقول لك concentration of urine requires two important prerequisites reduction of the number in the decision by one of the and equilibration of this number in the decision hyperosmolarity with the fluid in the dollar collector fluid coming out from the sick ascending limbo fluid of Hindi has osmolarity of around about 150 milliosmos per liter. That is to say, in fact, fluid of Hindi is not concentrating urine. Fluid of Hindi is participating significantly in the maintenance of metabolic interstitial hyperosmolarity. The final adjustment of the process of urine concentration occurs at the level of the distal nephron under the influence of antidiuretic hormone. There was the final adjustment. And لما كان ال 150 طالعة في الكونسنتريت وتطالع في الدايوتي بعد ذلك وقع حظمة المسألة مين اللي حظمة المسألة؟ زي ايش؟ In the cortical collecting tubule ADH will increase the water pressure. In the cortical collecting tubule, ADH will increase the water permeability. The increase in water permeability هيتمخض عن شنو؟ انه الاوسمولاريتي في الكورتيكال كولكتنج تيبيول في نهايتها ترجع تكون زيها وزيها شنو ها؟ زي الاكسترا سيلولر فلويد. ده التاثير الاولاني بتاع الاي دي اتش. تاثير الاي دي اتش الاول ان الاوسمولاريتي بتاع الفلويد هو طالع من الكورتيكال كولكتنج تيبول مغادر الكورتيكال كولكتنج تيبول طالع منها خلاص هتكون الاوسمولاريتي بتاعته زي هنا شنوها؟ زي الاوسمولاريتي في المحطه الاولانيه اللي عباره عن افرت اور بوفيس سبيس من التاثير بتاع الاي دي اتش is mainly by increasing the water permeability. When the
نجف المضاد الكلات المضاد قال ايه ديش عامل حاجة هيزيدك من المثل بعد الموية وهيزيدك بين من المثل بعد الموية السريع صور في الأفوادة تمام؟ يلا امتصاص الموية هيرفع من الكونسنتريشن بتاع الدنيا اصلا هو هزيلات من الميديتي هتطلع الدنيا الخارج من طلعت الدنيا هنا هتعمل اوسموتيك افكت هتسحب معاك كمان اللي شوها ويا دي معناها اللي شوها مفيش السايكل حاصله هنا على كتر ما تطلع المويه على كتر ما يرتفع المستوى بتاع النيورين تيوبلر هيومن على كتر ما تطلع النيورين في الانترستيشن على كتر ما تتم المحافظة على المدلل الانترستيشن على المستوى انت تستصحب معاك انه اصلا القضية ابتداء الخروج بتاع الموية من هنا كان معتمد على المدلل الانترستيشن على المستوى يعني الموية لما طلعت هنا من الاول الحكاية كانت حاصلة اصلا كانت حاصله عشان كده اعتبرنا المدلر انترستيشن هايبر اوسمولاريتي مطلق اساسي لانه لو ما موجود مدلر انترستيشن هايبر اوسمولاريتي ما حيكون في كونسنتريشن صوديوم كلورايد معروف عن طريق الاتموسفير وما في كلام في حاصل ها لما نجي ونمشي لدي بالطريقه دي كده حاصل الحكايه دي كل ما نمشي لقدام كل ما الاوسمولاريتي زايده 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 يعني اصلا الدين لكن لما كان المويه الطالعه دي ما هي مويه خليه مويه كثيره جدا عشان الاوسمولاريتي اللي في الدين المويه الموجوده دي هتهدد المدمر الانترستيشن هذا الاوسمولاريتي دي هنا الاشكال الواضحه ردت الخاصيه الاساسيه بتاعتها ان عندها نفس الكونفجريشن بتاع الدولفين هي عباره عن بريتيوبر كابلكس لكن بدل ما تكون حوالين التيوبيولز قاعدة هنا شو ها؟ باغدا الكونفجريشن ده الكلام ده حاصل في المدلة هنا انا حاصل نفس الحكاية في النوبة فين حاصل نفس الحكاية هنا في النوبة فين حاصل نفس في بعض الناس تبغى تقعد تقول عشان هو طلع الجبال دي برضه هياخدها هنا شو ها؟ لأن ده بدل ما تنسي واضح الكلام؟ البعض الناس الآن عندها ديسيندنج لين وعندها اسيندنج لين ده الديسيندنج لين بتاع قص مولاد التغريب هي 300 زي الاستاذ فلويد السايب هو نازل لما كانت المدلل الانترستيشن اوسمولاريتي اعلى من الاوسمولاريتي في البدايه بتاعت الديسندنج ليمت لما كانت المدلل انترستيشن هايبر اوسمولاريتي اعلى من الاوسمولاريتي اللي موجوده في البدايه بتاعت الديسندنج ليمت الموية رايح تتحرك من الديسندنج ليب الى الانترستيشن والصوليوس من الانترستيشن باك تو شو ها؟ الديسندنج ليب الحكايه دي هتعرض كمان المدلل الانترستيشن هايبر اوسمولاريتي اللي حطها لك وكل ما السايل نادم في الديسندنج ليب كل ما الاوسمولاريتي بتاعته زايده لحد ما تصل هي تبقى هنا شو ها؟ 1200 لما نجي في الاسندنج ليب هنا هيحصل العكس الصوليوس اللي موجوده في الاسندنج اللي ما هيحصل لها شو؟ هترجع للدرستيشن والواي اللي موجود في الدرستيشن مالها؟ هترجع للاسندنج ونطلع من هنا ونطلع من هنا الاسندنج اللي الان ماشي الحاجه اللي عملها شو؟ ما ادى المويه فرصه عشان ما تستغل في المويه دي مش منعها بس ما ادى فرصه تعمل الاسندنج وما تتخيل انه الاوسمولاريتي بتاعت الداخل بتساوي تماما الطالع لا في نفس الحاصل في نفس الحاصل يعني ما 100% يعني في شنو ها؟ في شويه في شويه فعلا حقيقه ده من المدلل اللي قاعدين لهم وش اوت ده عشان كده اليوريا سايكل نفسها اليوريا طلعت دي ويحصل لها سكريشن هنا ودي راجعه بتساعد في انها تطلع من هذه المساله فاهم الكلام؟ يعني اليوريا ذاتها اللي موجوده هنا هي نفسها كمان حصل لها شبهه حصل لها سكريشن وبعدين حصل لها شبهه تيجي راجعه ثاني وتكون بالطريقه دي
بتساعد برضه في نشوها تحافظ على مقدار الانتجيشن هاي المسؤول. ان شاء الله بس بنسبه صح.